الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. والصلاه والسلام على عبده ونبيه سيدنا محمد النبي الرحمه وبعد. قال الامام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وفي رواية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. أخرجه البخاري. اللفظ الأول: لعن المخنثين والمترجلات. المخنثون هم الرجال الذين يقلدون النساء في حركاتهم، كما ورد في الرواية الثانية: المتشبهون الذين يتشبهون بالنساء، هؤلاء هم المخنثون. بعض الرجال من قديم بعد أن يحلق لحيته يزيلها إزالة شديدة ويدهن فوقها دهنا، بحيث إذا نظرت إليه من بعيد حسبته أمردا. فتذكرون منذ يومين فسرنا الأمرد وهو الذي لم تنبت بعد لحيته، فتحسبه من بعيد أمردا، أو لعله أحيانا قد يطيل شعره ويصنع هذا بلحيته، فإنك من بعيد أيضا تحسبه امرأة، فهذا من التخنث. بعض الرجال يزيل شعر يديه ورجليه وصدره، بخاصة في هذا الزمان بعض الشباب يقلدون بعضهم البعض، وهذا من التخنث أيضا. الآن في المشية، الإمام النووي لما ترجم الباب قال: تحريم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك. أيضا اللباس، حينما يلبس الإنسان ثوبا لا يعتاد إلا أن يلبسه النساء. بعض الإخوة يطرح فكرة البنطلون، البنطال، هذا يا أيها الكرام صار شيئا عاما بين الرجال والنساء، ما عاد خاصا بالرجال وما عاد خاصا بالنساء، فلا يدخل والله تعالى أعلم في قضية التشبه، ولكن يبقى فيه قضية أخرى بالنسبة للنساء، فهو حرام عليهن الخروج به إلى الشارع، لأنه يجسد عوراتهن بشكل فاضح، هذا أمر مفروغ منه. بالنسبة للرجال تبقى فيه قضية الكراهة، الكراهة من ناحية تجسيمه للعورة، شكل العورة يجسده البنطال، فإذا لبس الإنسان هذا الشيء بحكم العادة الآن صار شيئا معتادا بين الناس، يعني يبقيه نوعا ما عريضا لا ضيقا بحيث يجسد عورته. بعض الناس أحيانا في الصلاة، سبحان الله، من كثرة ضيق هذا الشيء تراهم في الصلاة يعني عوراتهم شبه بالية، هذا لا ينبغي لمسلم أن يفعله. إذن في اللباس، أي شيء اعتادت النساء لبسه أو اعتاد بالمقابل الرجال لبسه وصار شعارا للرجال أو شعارا للنساء، لا يحل للجهة الثانية من هؤلاء أن تلبس هذا اللباس. كذا الحركات، المشية، مشية المرأة بطبيعة خلقتها تختلف عن مشية الرجل، يعني الإنسان من بعيد لما يرى امرأة ينتبه إلى قضية مشيتها، لما يرى رجلا ينتبه إلى قضية مشيته، ليست بيد الإنسان، ليس فيها تكلف، فحينما يتكلف الرجل هيئة مشية المرأة أو تتكلف المرأة هيئة مشية الرجل، تراها تمشي هكذا كأنها يعني منظمة مدربة، هذا لا ينبغي أيضا، هذا مما يدخل في التشبه. بالنسبة للنساء، بعض النساء أيضا فيما يسمى بتقليد غير المسلمين يقصصن شعورهن كثيرا، بحيث إذا جلس، طبعا خروجهن للشارع بهذه الحالة معلوم أنه حرام، لكن في البيوت أيضا من يأتي لزيارتهن كذا ينظر يستغرب، شعرها مثل الرجال، هذا لا ينبغي بهذا الشكل، إن كان شعرها شكله كهيئة الرجال لا ينبغي، ويدخل أيضا في هذه القضية في قضية التشبه.
وهناك أمور عديدة تلحق بهذه القضية. الآن من قديم هناك ما يسمى كما قلنا التخنث، المخنثين من الرجال الذين يتعمدون أن يتكلموا بكلام النساء بأسلوبهن بترقيق كلامهن، يتعمد بعض الرجال فعل هذا. لماذا؟ الله تعالى أعلم. هل فيه مرض حسي أو معنوي؟ أكيد. كذلك بعض النساء تراها تضخم صوتها، لا أقول في حديث الرجال، في حديث النساء، في الحديث المعتاد. لماذا تفعلين هذا؟ إن كان في نفسك التشبه بالرجال فهذا أيضا يدخل في اللعن والوعيد الشديد. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. هذا ما قدمنا إليه الإشارة سابقا. وعنه قال، أي عن ابن عباس أو عن أبي هريرة، قال قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما. قال هو رأى غيرهما؟ نعم. إيش هو رأى النار؟ نعم. إيش هو ذهب إلى الآخرة؟ أراد الله تعالى ذلك عدة مرات. مرة عرضت عليه الجنة والنار في جدار المسجد. قال كيف يعني؟ يعني كما ترى الآن، الآن أقرب تشبيه شريطا سينمائيا أمامك، هذا أقرب تشبيه لتقريب المعنى. كان في الصلاة ولما فرغ منها، طبعا في الصلاة رآه المسلمون مشى خطوة ثم رجع خطوة، فعجبوا بعد الصلاة قالوا يا نبي الله رأيناك صنعت شيئا ما رأيناك صنعته قبل ذلك، أول مرة نراك تفعل هذا. فقال عرضت علي الجنة والنار في مقامي هذا آنفا. كشف الله عنه الحجب فرأى الجنة عيانا والنار عيانا، فلما رأى الجنة رغب أن يأخذ شيئا منها، فقالت له الملائكة يا نبي الله ادعه للآخرة. ولما رأى النار استعاذ منها ورجع إلى الوراء، فقيل له إنك لست من أهلها. سبحان الله، من شدة خوفه من الله تعالى هو يعلم أيضا أنه ليس من أهلها، ولكن هذا مقام العبودية المحضة لله عز وجل، التسليم لكل شيء من جهة الله عز وجل. هذه مرة. كذا ليلة الإسراء والمعراج، في ليلة الإسراء والمعراج اطلع كثيرا على ما في الجنة من نعيم وعلى ما في النار من جحيم والعياذ بالله تعالى، اطلع كثيرا. أراه الله تعالى كما قال في القرآن العظيم لنريه من آياتنا الكبرى، فرأى أشياء كثيرة ومنها الجنة والنار. وهكذا عرضت عليه أكثر من مرة، فلذلك قال صنفان من أهل النار لم أرهما. صنفان مجموعتان تقومان بأشياء، من هما؟ قال قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، أخرجه مسلم. المجموعتان اللتان لم يرهما في ذلك إشارة إلى أنهما والعياذ بالله تعذبان عذابا أليما شديدا، وقد تكونان هاتان المجموعتان في قعر جهنم. هما الصنف الأول، قال قوم معهم سياط. السياط جمع صوت، والصوت هو الحبل الذي يجلد به يضرب به. قال قوم معهم سياط كأذناب البقر. شلون ذنب البقر طويل ويلوح ذنب البقرة؟ هذا تشبيه لذلك، لهذه السياط. قال مع قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. قال إيه من هؤلاء؟ يعني هؤلاء والعياذ بالله هم الظلمة في كل زمان ومكان، هم المعذبون، هم الزبانية الذين يجلدون في السجون في أماكن التعذيب على مر العصور. هؤلاء هم المشار إليهم في هذا. هؤلاء ممن ينطبق عليهم قول أهل العلم من قديم،
قوم باعوا دينهم بدنيا غيرهم. قوم باعوا دينهم بدنيا غيرهم. يا ريت باعوا دينهم بدنياهم. باعوا دينهم بدنيا غيرهم. الدنيا ليست لهم، ليسوا هم الذين يحكمون الأمور، ولكن بأيدي من يسيرهم ويجيرهم. اضربوا، عذبوا، افعلوا، لا تفعلوا، والعياذ بالله تعالى. فهؤلاء طبعا الذي يجيرهم هو منهم وأشد منهم عذابا. فهؤلاء هم إذن الذين يظلمون الناس بالاعتداء عليهم وضربهم وتعذيبهم في كل زمان ومكان. ولهذا فقضية الاعتداء على المسلم أمر عظيم. تذكرون منذ مدة لعلنا في أوائل رمضان ذكرنا قضية الدم المسلم وحرمته، أن يحذر الإنسان من أن يصيب. يعني قلنا حتى في شجار قد يكون بينك وبين إنسان، تجنب الضرب ما استطعت، إلا إن اعتدى هو عليك فرده يعني ما تيسر، رده عن نفسك، إن لم تستطع إلا بضربه فهذا حينها عذر، لكن تجنب ذلك ما استطعت، لأن دم المسلم عظيم عند الله تعالى. وهذا الحديث إشارة إلى ذلك. الصنف الثاني من هؤلاء الناس الذين أيضا لم يرهم يعني من شدة عذابهم، هم موضع الشاهد في هذا الحديث. قال: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. قال كيف اجتمع الضدان أو النقيضان؟ نساء كاسيات عاريات. الإنسان إما أن يكون كاسيا يعني لابسا أو عاريا، أما كاس عار في آن واحد كيف هذا يحصل؟ قال: نعم. قالوا: إما أنهن كاسيات من نعمة الله، يعني قد أعطاهن الله تعالى من نعمته، وعاريات أي من شكر الله تعالى، كساهن الله النعمة وأعطاهن المال والقوة والصحة والجمال، لكنهن لم يشكرن الله فتعرضن والعياذ بالله للفواحش والضلال. فكاسيات من النعم، عاريات من شكرها. وإما وهو قول قوي وجيد، أنهن يلبسن ثيابا في ظاهرها تكسوهن، يعني ثياب في الظاهر تستر لكنها في حقيقتها لا تستر. الآن مثلا الشفاف، الثياب الشفافة هي في الظاهر لباس، واللباس في العادة يستر لكنها لا تستر، فهي كاسية وعارية في آن واحد، يعني تكشف جسدها رغم أنها في الظاهر كاسية يعني لابسة. وقيل أيضا في مثل هذا: كاسيات حينا، يعني يلبسن حينا بحسب الحال، وعاريات حينا آخر حسب الحال. الآن إيش الموضة؟ ما هي الموضة؟ الموضة اللباس الطويل يلبسن طويل، الموضة اللباس القصير يلبسن قصيرة، ما في مشكلة. ليس الذي يسيرهن دينهن، وإنما هو دنياهن وشهواتهن. فكاسيات عاريات، مائلات عن الحق، مميلات أي مميلات غيرهن من النساء والرجال إليهن ليفعلن الفاحشة. من النساء أي يظهرن أنفسهن للنساء لتتعلق أبصار النساء، هذه جميلة سأفعل مثلها، تقول المرأة التي تراها. أو مميلات قلوب الرجال إليهن ليفعلوا بهن الفاحشة. مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. رؤوسهن كأسنمة، أسنمة جمع سنام أو سنام، المعروف تبع الجمل، السنام الحدبة التي على ظهري هذا يسمى سناما، جمعها أسنمة. قال كأسنمة البخت المائلة. البخت جمع بختية، والبختية ضرب يعني نوع من الجمال التي كانت توجد ما بين الجمال العربية والجمال العجمية. كانوا إذا تناكح الجمال العربية والجمال العجمية من بلاد الأعاجم يعني، تولد منها الجمال يعني صنف جديد كبير عظيم جدا،
فيكون سنامه ضخما جدا جدا، فهذا كان يسمى البخت، الجمال البختية أو البخاتي، كأسنمة البخت المائلة. الآن كل هذا تشبيه، فهمنا الآن ما معنى أسنمة البخت المائلة، يعني يطولن رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، يطلن شعورهن ثم يرفعنها إلى الأعلى ثم يربطنها بحيث من يراها يقول إيش هذا، برج على الأعلى، كأسنمة البخت المائلة. طيب لماذا يفعلن هذا؟ ليلفتن أنظار الرجال إليهن، يعني يغيرن في قصات الشعور وكذا وكذا، الغاية يلفتن أنظار الرجال إليهن، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. سبحان الله، في ذلك في تلك العصور ما كان هذا موجودا إلا نادرا، أما في مثل عصرنا فحدث ولا حرج. لذلك هذا سبحان الله مما أطلع الله تعالى عليه نبيه مما سيحصل في أمته وغيره والأمم، هذا التبرج الفاحش بقبل النساء للفت أنظار الرجال إليهن. قال رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. العقاب، قال لا يجدن ريحها ولا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، مو لا يدخلن الجنة، لا يجدن ريحها أيضا والعياذ بالله تعالى، في مسيرة كذا وكذا. ورد في حديث آخر عند غير مسلم وإن ريحها ليوجد من مسيرة نصف يوم، وفي لفظ آخر من مسيرة 500 سنة، واليوم عند ربك كألف سنة مما تعدون، فنصف اليوم هو 500 سنة، ورد ذلك في بعض الروايات للحديث. فهذه القضايا يا أيها الأحبة خطيرة، احذر أن تظلم الناس من جهة، أو أن تكون نساؤك، أو أن تكون أنت متشبها بالنساء، أو تكون نساؤك متشبهات بالرجال في أي شيء. الله تعالى كون الرجل بهيئة وكون المرأة بهيئة خاصة، وأمر المرأة بما أن لها تلك الهيئة الخاصة بالستر والعفاف. منذ قليل قلنا، قال الله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، وهكذا فالنساء لهن هيئة خاصة يحرصن على عدم أن يغيرنها لكي لا تشبهن بغير المسلمين. قال باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار. قال ليش نحن نرى الشيطان حتى نتشبه به؟ لا نرى، لكننا نعلم بعض الأشياء التي يصنعها الشيطان، فحينها إذا علمنا قد نقلده فيها. باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار. قال عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، أخرجه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكلن أحد بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها، أخرجه مسلم. إذن هذه قضية غيبية، نحن لا نعلم كيف يشرب ويأكل الشيطان، لا نعلم، لكن رسول الله أعلمه الله بذلك. الشيطان يأكل باليسار، باليسار بالشمال ويشرب بها، فنهى أن يفعل المسلم ذلك. كثير من الإخوة، وقد قلتها مرارا ولا أزال أرى كثير من الإخوة لا ينتبهون إلى هذه القضية، رجل ملتزم كذا وكذا لكنه الكأس، عفوا سبحان الله، نعم فيها ماء قليل، فتراه يأخذ على فمه بالشمال. يا أخي هذا لا يصح، هذا لا يصح يا أخي. قال ما انتبهت. طيب مرة الأولى ما انتبهت، الثانية والعاشرة، نهي شديد، ليس نهيا يعني بسيطا، نهي شديد، لا تأكلوا بالشمال ولا تشربوا بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها، كيف يليق بالمسلم أن يفعل هذا؟ احذر من ذلك. فكما قلت لا ينبغي يعني أن تنسى في هذه القضايا، قضايا الطعام والشراب، تسمية الله قبل البدء،
ذكر الله وحمد الله بعد الفراغ، الأكل باليمين، الشرب باليمين، هذه التي يسميها العلماء آداب الطعام، ولكنها في الحقيقة يعني ترتفع كثيرا عن قضية كونها آدابا فقط، قد تدخل في الحلال والحرام. لذلك لا ينبغي لك، احذر وحذر غيرك. بعض الإخوة أيضا يتركون أطفالهم وهم صغار قد ينشأون على الشرب باليمين، بيقولوا له بالعام يسري يعني، فيكتب باليسار، فيكتب باليسار ويأكل باليسار ويشرب باليسار. هذه وظيفة الأب والأم، هذه وظيفة الأب والأم. الآن يكتب بيساره هذا أمر يعود إليه، أما يأكل يشرب بيساره فلا، دربه على ذلك. وتدرب أنت طعام شراب أي شيء باليسار لا تفعله، ولا تقل لم أنتبه، ليست في هذه القضية عدم انتباه. خلص، ما دام أنا أعرف أني مسلم وأن الأكل باليسار لا يصح، انتهيت، يساري لا ليست للأكل والشرب أبدا في أي حال. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. متفق عليه. هذا الحديث له تعلق بالذي بعده، فلا بأس أن نربطه بالذي بعده. قال: باب نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد. عن جابر رضي الله عنه قال: أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتحت مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا واجتنبوا السواد. أخرجه مسلم. إذن هناك أيضا نهي عن تقليد اليهود والنصارى في قضاياهم بشكل عام. أولا بشكل عام وردت أحاديث عديدة بالأمر بمخالفتهم، خالفوهم خالفوهم خالفوهم، فكل شيء عرفت أن النصارى تفعله أخالفهم، اليهود تفعله أخالفهم. مثلا ورد النهي عن صيام يوم السبت، النهي عن صيام يوم الأحد، في يعني إذا أراد الإنسان أن يصوم صياما هكذا مطلقا لله تعالى، يعني يأتي ليختار يوم السبت، لا، يأتي مثلا هكذا خطر في بالي فقط أن يصوم يوم الأحد، لا. وأمور كثيرة جدا منها هذه القضية. اليهود والنصارى كانوا يعتبرون أن صبغ اللحية هذا أمر منكر شديد الإنكار، فلا يصبغون لحيتهم. لذلك ورد الأمر: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. الآن معظم الناس الآن في زماننا، وبخاصة في بلادنا نحن، في بلادنا هذه بلاد الشام وأمثالها، ما عادوا يصبغون. الآن ما حكم الصبغ بالنسبة للرجال والنساء؟ أولا بالنسبة للرجال هو سنة، وبعض أهل العلم قال مندوب. سنة وبعض أهل العلم قال مندوب، المندوب يعني مرحلة أقل من السنة قليلا، وبعض أهل العلم قال هو مباح. مباح يعني إلى خيارتك، إلى اجتهادك، إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل. قالوا هذا الحديث، هذا الحديث يا أيها الأحبة كما قلت يتعلق بالحديث الذي بعده. الحديث الذي بعده: جاء بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والده كان حيا، ولما جاء به كان ذلك يوم فتح مكة، كان عمره يتجاوز 100 سنة، لم يكن مسلما إلى وقتها، لما فتحت مكة أسلم. والد أبي بكر رضي الله عنه واسمه عثمان، فائدته اسمه عثمان والده، لكن ما اسمه غير مشهور، المعروف كنيته أبو قحافة. جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي جاء به؟ أبو بكر ابنه. من باب الفائدة، لما رآه رسول الله سر به وقام إليه وقال: لما عنيت الشيخ؟ كنا نحن نأتي إليه، ليش جبت وعزبته؟ فقال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: بل هو أحق أن يأتيك يا رسول الله، رجل كبير بس أنت رسول الله، على الكبير والصغير، على الناس جميعا، بل هو أحق أن يأتي إليك. فلما رآه على هذه الهيئة، إيش هي؟ قال: رأسه ولحيته كالثغامة. الثغامة زهر أبيض، نوع من الزهور، أبيض بياضه
شديد جدا. فالمنظر احيانا اذا راى الانسان هذا المنظر بالنسبه للرجل مثلا قد يعني ينفر قليلا. فقال لهم لما راه فقال غيروا هذا واجتنبوا السواد. غيروا هذا المنظر بالنسبه لشده بياض شعره ولحيته غيروا. لذلك قال بعض اهل العلم هذه حاله ترجع الى الانسان نفسه، ترجع الى الانسان نفسه. فان كان الانسان يرى في هيئته اذا شابت لحيته مثلا شيئا قد يعني يجعل الناس لا يتقبلون هيئته فلا باس له ان يصبر. هذا تفسير هذا الحديث عند من قال من اهل العلم انه مباح، ان شئت صبغت اللحيه وان شئت لم تصبغها. هذا للرجال كما قلنا. الان نهايه الحديث قال واجتنبوا السواد، تغيير اللحيه يعني لون بصباغ لا ينبغي ان يكون اسودا، وانما ورد في بعض الروايات انها يعني بالكتم كانت تصبغ. الكتم هو نبات لونه بالعام يعني كان يقولوا له خرنوبي، ما بين السواد ما بين البني، قريب الى الاحمرار، قريب الى الاحمرار. الان بعض اخوتنا المسلمون بعض اخوتنا المسلمين في مثلا باكستان في هذه البلاد تراهم يصبغون بهذه الهيئه، اذا بعض يعني صرنا نراهم كثيرا في الراي كذا يصبغون بهذه الهيئه. هذه الهيئه هذا اللون الذي هو قريب الى الاحمر، هذا ورد في بعض الاحاديث الاشاره اليه. اذا هنا ورد النهي عن السواد. اذا ملخص القضيه الراجح والله اعلم ان الامر يرجع الى الانسان، ان وجد في هيئته شيئا يوحي بان منظره سيقبح امام الناس فالاحسن به ان يصبر، لم يجد هذا لا باس به ان يترك. الان اذا اراد ان يصبغ لا يصبغن بسواد. الان فرضنا صبغ بالسواد، ما الحكم؟ اكثر اهل العلم قال صبغ السواد للرجل حرام. صبغ السواد اللحية بالسواد حرام، سواء كان هذا الرجل شابا أو كبيرا. الآن بعض أهل العلم حملوا هذا النهي الوارد في الحديث واجتنبوا السواد على الكراهة فقط، فقالوا الأحسن أن لا يصبغ بالسواد. فلو صبغ حملوا هذا النهي على الكراهة، قالوا لا يحرم لكن ليس من الأفضل. وقد فعل بعض الصحابة أنهم صبغوا بالسواد واجتهدوا في فهم هذا الحديث. ورد عن عدد من الصحابة أنهم صبغوا لحاهم بالسواد واجتهدوا في تأويل هذا الحديث بسبب ورود روايات أخرى أن هذا خاص بأبي قحافة رضي الله عنه. اجتهدوا فقالوا إن السواد لا يحرم. على كل كما قلنا الأمر في النهاية والله أعلم يرجع إلى خيارة الإنسان، إن شاء صبغ وإن شاء لم يصبغ. أما السواد فالخير له أن يجتنبه، لأن أكثر أهل العلم حملوا هذا الحديث على التحريم وبعضهم حمله كما قلنا على الكراهة فقط. الآن الباب يقول فيه النووي رحمه الله باب نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بالسواد. لكن الحاصل الواقع أن معظم نسائنا إذا كبرن يصبغن بالسواد، فهل هن إذن داخلات في هذا النهي الشديد؟ أهل العلم أيضا اجتهدوا في هذه القضية. كثير منهم قالوا نعم النساء والرجال سواء، فإذا أردنا الصبغة فلا يصبغن بسواد، يصبغن بلون آخر. وبعض أهل العلم فرق بين الرجال والنساء فقال هذا الحديث والذي قبله خاص بالرجال دون النساء، وقوله وجيه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح صحيح البخاري، وقال بعض أهل العلم هذا نص الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقال بعض أهل العلم منهم الحليمي وهو عالم فقيه شافعي ومحدث، قال منهم الحليمي قالوا بالتفريق بين الرجل والمرأة فحرموه على الرجل أخذا من الحديث، وقالوا إن المرأة لا تدخل في هذا النهي،
ولا بأس بتقليد هذا في مثل هذا الزمن، لا بأس به إن شاء الله. فالمرأة إن شاء الله تعالى تستثنى على رأي هؤلاء من أهل العلم من كونها إذا صبغت بالسواد لا حرج عليها في هذه القضية. طبعا يبقى قضية يعني الغش والخداع في مثل هذه القضايا. فالإنسان إذا كان يغش أو يخدع ليريد زواجا، كان رجلا أو امرأة، وسيغش من يخطبها أو هي ستغش من يخطبها، فإنها حينها يرتفع الأمر إلى التحريم القطعي. هو لحيته شابت فصبغها وجاء ليخطب أو يتزوج ليظنوه شابا، وكانوا في أرض سفر لم يعرفوا مثلا، لأن بعض إخوة بيقول لك سيرى مواليده مثلا، كانوا في أرض سفر. الآن كثير من الناس نعم في بلاد سفر فقد لا يعرفون مباشرة، فقد يغر. هذا حرام، هذا قولا واحدا حرام. وكذا المرأة قد يشيب شعرها وتطلب للزواج، فيتأتي بعض محارم الرجل لترى شعرها، كذا قد يغررنها. فهذه أيضا قضية الغش في هذه الأمور لا تحل قطعا، لأن نحن لا نتكلم عن هذه القضية، نتكلم عن الأمر بشكل عام، وقد فصلنا فيه وبينا ما يحتاج البيان. وأسأل الله لي ولكم أن يعيننا على طاعة الله ورسوله، الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.